FM. الكل ملك. لا ما جاتناش دعوه بار كونتر احنا وجهنا الدعوه باش هما يجيو معنا معقول لكن احنا لهناش نقولوا راهو اليوم راهو صحي وهذه ظاهره ايجابيه كي نشوفوا راهو يعني لي رياكسيون هذوما راهو اليوم الشاب ما عندوش ثقه في مؤسسات الدوله راهو احنا قاعدين نبنيو في المصداقيه نتاعنا قاعدين نحبوا نرجعوا الشباب اللي يتفاعل واللي يكون بارتنير ابار انا يقظ احنا نتمنى ونشوفوا حوارات وطنية في الأحزاب في المنظمات وحتى هذا نداء مفتوح نتمنى ونكونوا حاضرين معاهم ونتبناوا معاهم التوصيات نتاعهم وننفذوها ويكونوا هنا هما معنا دي بارتنير في المتابعة وفي التقييم راهو هكاك باش نحبوا إذا كان نحبوا نبنيوا اليوم دولة تعتمد على شبابها سي كوم سا دونك نجيك القرار اللي كيف كيف اللي أعلن عليه السيد رئيس الحكومة اللي هو اليوم القانون التوجيهي للتنشيط الشبابي وثقافي شنو هذايا كي نحكي القانون التوجيهي احنا عندنا المؤسسات نتاعنا المؤسسات الشبابيه عندنا العمل التطوعي عندنا كيف كيف اولادنا اللي قاعدين يتخرجوا ويخدموا في وزاره الثقافه في وزاره المراه والطفوله لكن ما فماش قانون توجيهي للتنشيط اليوم نحكيو على الارهاب اليوم نحكيو على بعض الادارات سابقا اللي للاسف احتضنت يعني ممثلين على مجتمع مدني يروجوا في الارهاب لانه ما عندناش قانون توجيهي اليوم دور الشباب والمؤسسات الثقافية واللي احنا اليوم نعيشوا انديفي راو يزم يكون عندهم دور فعال كأقطاب شبابية باش نكافحوا الإرهاب باش نوجهوا الشباب وباش نأطروه كابا فام الكل ملك